أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظك الله، كنا مسافرين وأخرنا صلاة المغرب مع النساء وعند مع العشاء، وعند الصلاة كنت إماما ثم قمت الصلاة بنية صلاة العشاء لأني نسيت أني ما صليت المغرب، وعند الجلوس للتشهد تذكرت فقمت وأتيت بركعة ثالثة لتكون صلاة المغرب، وعند الانتهاء أقمت لصلاة العشاء فصليت ركعتين، ما حكم عملي هذا لي ولمن كان معي مأموما؟ هذا لا يصلح، لأنك نويت العشاء فلا تحول النية وانت في الصلاة إلى المغرب، ما تحولها إلى المغرب وانت في الصلاة، كان الواجب عليك إنك أكملتها نافلة، وإذا سلمت تصلون المغرب أولا ثم تصلون العشاء، نعم بالترتيب. عليكم إعادة الصلاة، لأن الفقهاء يقولون من انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، بطل المنتقل عنه والمنتقل إليه، فتكون هذه باطلة، فعليكم إعادة الصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء. نعم.